تقول في بلادنا تحتفل المدارس سنويا بما يسمى بيوم المعلم، فتقام احتفالات في المدارس وفي إدارات التعليم، وتتضمن عروض مسرحية وعزف موسيقى ويغني فيه الطلاب، ويختلط المدرسون مع المدرسات، ويتم تكريم بعض المدرسين المتميزين. ما حكم هذا الاحتفال؟ وما حكم حضور المعلمين والمعلمات في الحفل إذا كان على مستوى البلد؟ أولا، هذا الاحتفال لا أصل له ولا في شيء في الإسلام يسمى الاحتفال بيوم المعلم، هذا شيء محدث. وثانيا، فيه منكرات كما ذكرت، فيه تمثيليات وفيه اختلاط بين الرجال والنساء، فهذا كله شر، والواجب تركه وتجنبه.